السلام عليكم متابعينا الكرام هذا الفيديو ان شاء الله راح نتحدث به عن طرق التسميد وانواع التسميد للنباتات المنزليه ونباتات الزينه طبعا هذا الفيديو ان شاء الله راح نتحدث به بعيدا عن الكلام المعقد وبعيدا عن التراكيب والتركيزات والى اخره من هذه الامور الغايه من هذه القناه والغايه من هذا الفيديو هو تشجيع الناس على الزراعه يعني بابسط الادوات ال يعني بابسط ما تملك بابسط ما عندك يعني ما يحتاج هذه التعقيدات بالزراعه وما يحتاج هاي النصائح والتوصيات للهوايه يعني تكون شويه قاسيه على على المبتدئ واللي ما يعرف احنا راح نتكلم ان شاء الله بصوره سهله وبسيطه حتى وإن فشلت مرة أو مرتين أو ثلاثة، لكن أنت دا يصير عندك خبرة تراكمية. بالمستقبل راح يصير عندك خبرة وراح تعرف شلون تزرع، شلون تسمد مواعيد الزراعة وإلى آخره من هذه الأمور المتعلقة بالزراعة. ماكو ما أي واحد إجا عالدنيا متعلم، ماكو ما أي واحد اكتسب العلم يعني من من فراغ. العلم إجا عن طريق الصدفة وعن طريق التجارب. وإلى آخره من هذه الأمور اللي واحد لازم يتعلمها ويأخذ بها اليوم إن شاء الله راح نتكلم عن أنواع الأسمدة اللي تفيدك أنت كهاوي زراعة نباتات منزلية ونباتات زينة طبعاً الأسمدة المشهورة من أشهر الأسمدة هو سماد ال NPK هذا ال NPK هو عبارة عن ثلاث عناصر نيتروجين فسفور بوتاسيوم هذه تعطى للنبات لكن ايش وقت تعطى للنبات ومتى تعطى للنبات طبعا بالنسبه للام بي كي اكو ان بي كي عالي النيتروجين واكو ام عالي الفسفور واكو ام بي كي عالي البوتاسيوم بالنسبه لعالي البوتاسيوم هذا للنباتات المثمره لان يهتم بحجم الثمار وشكل الثمره احنا اللي همنا كنباتات زينه نركز على النيتروجين والفسفور ولو انه البوتاسيوم البوتاسيوم ايضا يدخل في مثلا التزهير وتكوين الازهار لكن بشكل اكبر احنا نعتمد على الفسفور انت كبدايات يعني من تريد تزرع نبات تزرعه من بذور او تزرعه من عقله او عن طريقه مثلا الفسخ يعني تفسيخ النبته اكيد كبداية كبداية لازم تحتاج الى سماد عالي النيتروجين هذا السماد العالي النيتروجين راح يعطيك نمو خضري واندفاع خضري للنبات يعني يعطيك مجموع خضري قوي من الاوراق اللي يحتاجها النبات بعد هذه المرحلة اذا كان يعني مثلا انت نباتك مزهر راح تعطيه الدفعات الاخرى تعطيه سماد عالي الفسفور اللي هو مهتم عن العفو اللي هو يعني يكون مسؤول عن التزهير وكثافة الزهور بالنبات متى نعطي هذا السماد عالي النيتروجين أو عالي الفسفور بكل بساطة وبكل أريحية بعد ما تبدي زراعة البذور تنتظر البذرة يعني من بعد زراعة البذور إلى بعد ثلاث أسابيع إلى ثلاث أسابيع تكون البذرة أو البادرة أو الشتلة مهيئة لاستقبال السماد مجرد ما كبرت تبدي تعطيها سماد عالي النيتروجين سواء كان هذا النبات هو نبات ورقي او نبات زهري لازم كبدايه يعني النوعين لازم تنطيهم نبات العفو تنطيهم سماد عالي النيتروجين بالنسبه للكميات الكميات انا موضحها فيديو سابق وان شاء الله راح احط لكم الرابط وتشوفوه بالنسبه للكميات شغله بسيطه ما اقول لك 10 غرامات وغرام وغرامين لا مجرد ملعقه ماء شاي ملعقه شاي تضيفها الى لتر ماء وهسه قياسات لتر الماء اكيد متوفره عند كل الناس بطل عصير تجيب لك زجاجه عصير مكتوب عليها لتر لتر ونص فانت على هذا القياس تنطي كل ملعقه شاي الى لتر ماء وتبدي تسقي هذه الشتلات بعد ما كبرت الشتلات انت طالعه تسقيها مره واحده وتعطيها مره واحده بعد ما كبرت راح تعطيها بعد شهر بعد شهر تعطيها دفعات سماد اخرى واللي هي تكون عالي الفسفور هذه شنو مسؤوله مسؤوله عن التزهير هاي بالنسبه للنباتات المزهره اما بالنسبه للنباتات الورقيه نبقى نعطيها سماد عالي النيتروجين كل شهر مره او كل 21 يوم مره وهكذا نستمر على الاسمده. هذا الشرح مبسط وسهل وبسيط بدون اي تعقيدات بدون اي مركبات او تركيبات و والى اخره من هذه الامور اللي المبتدئ واللي يحب يريد يزرع من يشوف هيك امور راح يترك الزراعه وراح يترك هذه الهوايه بسبب انه اكو تعقيدات كثيره جدا. لكن انت جرب ابدي اسعى يكون عندك صبر راح تبدي تتعلم شوي شوي وتصعد راح يكون انت صاحب خبرة يعني طبعا صاحب خبرة واحتمال تطور هذه المهنة العفو هذه الرغبة الى تتطور الى مهنة تقدر مثلا تفتح لك مشتل او تقدر تشتغل مشتل لان صار عندك خبرة من هذه الزراعة اللي حبيت تسويها هذا فيديو مختصر فيديو بسيط فيديو معلوماته مركزة ويحتاجها كل فرد يعني بدون أي تعقيدات إن شاء الله إن شاء الله استفادتم من هذا الفيديو وأشوفكم في فيديوهات قادمة على خير مع السلامة